سعيد، أهلا بكم مشاهدينا الكرام إلى نشرة الأخبار. بداية، يحيي الشعب الجزائري اليوم وعلى غرار كافة البلدان العربية والإسلامية شعيرة عيد الأضحى المبارك بكل ما تحمله من دلالات وعبر تجسد أسمى معاني الإيمان وأروع صور التضامن والتآخي، اقتداء بسنة سيدنا إبراهيم عليه السلام وهدي نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، وذلك وسط أجواء تسودها السكينة والخشوع، أعاده الله علينا وعلى كافة الأمة الإسلامية بموفور الصحة والسداد والتوفيق. وبمناسبة حلول عيد الأضحى المبارك، هنأ رئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون الشعب الجزائري عبر حسابه الرسمي على تويتر. جاء فيه تهاني الخالصة لكل الجزائريات والجزائريين بمناسبة عيد الأضحى المبارك، أعاده الله علينا باليمن والبركات. كما هنأ رئيس الجمهورية أفراد الجيش الوطني الشعبي سليل جيش التحرير الوطني، حيث جاء عبر حسابه الرسمي على تويتر: عيد مبارك وسعيد لكل أفراد الجيش الوطني الشعبي سليل جيش التحرير الوطني من ضباط وضباط صف وجنود، وتحية خاصة للمرابطين على الحدود، حفظكم الله وحماكم. كما هنأ رئيس الجمهورية عبر حسابه الرسمي على تويتر أفراد سلاح الدرك الوطني والشرطة والحماية المدنية والجمارك. جاء فيه: أتقدم بتهاني الخالصة إلى كل أفراد سلاح الدرك الوطني والشرطة والحماية المدنية والجمارك بمناسبة عيد الأضحى المبارك، أعاده الله علينا بالخير واليمن والبركات. رئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون هنأ أيضا الأطباء وشبه الطبيين ومستخدمي الصحة عبر حسابه الرسمي على تويتر. جاء فيه: أتقدم بأخلص التهاني وأصدق التمنيات بمناسبة عيد الأضحى المبارك لأطبائنا وشبه الطبيين وكل مستخدمي قطاع الصحة. كما كتب رئيس الجمهورية عبر حسابه الرسمي على تويتر مهنئاً الأبطال المتوسطيين: أخلص التهاني وأصدق التمنيات لكل أبطالنا المتوسطيين بمناسبة عيد الأضحى المبارك، إلى اللقاء القريب بحول الله. وبمناسبة حلول عيد الفطر المبارك، أجرى أمس رئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون مكالمة هاتفية مع أخيه السيد قيس السعيد رئيس الجمهورية التونسية الشقيقة، تبادلا فيها التهاني والتبريكات بحلول عيد الأضحى المبارك، وعبرا عن تمنياتهما بدوام الرخاء والازدهار والتقدم للشعبين الشقيقين التونسي والجزائري، وأن يعيد الله علينا هذه المناسبة الدينية باليمن والخير. هذا وتلقى رئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون مكالمة هاتفية من أخيه صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير دولة قطر الشقيقة، هنأه فيها بنجاح الدورة 19 لألعاب البحر الأبيض المتوسط وهران 2022، ومجددا له تهانيه الحارة بمناسبة احتفال الجزائر وشعبها بالذكرى 60 لاسترجاع السيادة الوطنية. كما قدم أمير دولة قطر باسمه وباسم الشعب القطري الشقيق تهانيه الخالصة للسيد الرئيس وللشعب الجزائري بحلول عيد الأضحى المبارك. ومن جهته شكر السيد رئيس الجمهورية أخيه أمير دولة قطر على مشاعره الصادقة والنبيلة، معربا عن امتنانه للتهنئة ومتمنيا له وللشعب القطري الشقيق عيد أضحى مبارك بمزيد من الهناء والتألق والرفاه. كما تلقى رئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون مكالمة هاتفية من أخيه السيد عبد الفتاح السيسي رئيس جمهورية مصر العربية الشقيقة، تبادلا فيها التهانية بمناسبة حلول عيد الأضحى المبارك، وأعربا عن تمنياتهما للشعب الجزائري والمصري بدوام الخير والهناء. تلقى أيضا رئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون في مكالمة هاتفية خالصة التهاني والتبريكات من أخيه السيد محمود عباس رئيس دولة فلسطين بحلول عيد الأضحى المبارك، متمنيا له وللشعب الجزائري دوام الخير والعافية. كما جدد السيد محمود عباس للرئيس
للسيد الرئيس تهانيه بنجاح الاحتفالات الكبيرة المخلدة لستينية استرجاع السيادة الوطنية. وأعرب السيد الرئيس من جانبه عن الشكر والامتنان لرئيس دولة فلسطين على التهنئة الكريمة، متمنيا له وللشعب الفلسطيني كل الازدهار والرخاء. وبدوره شكر رئيس الجمهورية أخاه رئيس دولة فلسطين لدوره البارز في مساعي الجزائر للتوحيد الصفي الفلسطيني، ترقبا لانعقاد مؤتمر جامع لمنظمة التحرير الفلسطينية بالجزائر. وبمناسبة الذكرى الستين لاسترجاع السيادة الوطنية، تلقى رئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون رسالة تهنئة من قبل رئيس جمهورية الصين الشعبية السيد شي جين بينغ، أبرز له فيها الصداقة العميقة التي تجمع الصين بالجزائر الصديقة حكومة وشعبا. الرئيس الصيني أكد أن الشعب الجزائري الباسل والصامد حقق الاستقلال والتحرر الوطني قبل 60 عاما بعد نضالات مريرة سجلت صفحة مجيدة لحركة التحرير الوطني العربية والإفريقية، مذكرا بما قدمته حكومة الصين وشعبها من دعم ومساعدة لثورة التحرير الجزائرية، حيث نشأت أثناء النضال صداقة عميقة بين البلدين والشعبين، وظلت الصين والجزائر بعدها تتبادلان الدعم في قضية تعزيز التضامن والتعاون بين الدول النامية، إضافة إلى تبادل المساعدة في مسيرة بناء الوطن وتنميته على مدى 64 عاما منذ إقامة العلاقات الدبلوماسية بين البلدين، لتواصل علاقات الشراكة الاستراتيجية الشاملة وتطورها وتبلغ مستويات جديدة تترسخ فيها الثقة السياسية المتبادلة يوما بعد يوم، ويحرز التعاون العملي خلالها نتائج مثمرة. الرئيس الصيني أكد للسيد رئيس الجمهورية حرصه على إيلاء الاهتمام البالغ لتطوير العلاقات الصينية الجزائرية، واستعداده لبذل جهود مشتركة لتوطيد الصداقة التاريخية والثقة الاستراتيجية المتبادلة بين البلدين، ودفع التواصل والتعاون بينهما في كافة المجالات في إطار بناء مبادرة الحزام والطريق بما يخدم البلدين والشعبين. لينهي رئيس الصين الشعبية رسالته بتمني موفور الصحة وموصول التوفيق لرئيس الجمهورية وللجزائر الازدهار والرخاء، وللشعب الجزائري السعادة والرفاه. ووقوفا عند مناسك هذه المناسبة المباركة، أدى الوزير الأول أيمن بن عبد الرحمن صباح اليوم صلاة عيد الأضحى المبارك بالجامع الكبير بالعاصمة في جو سادته السكينة والخشوع، رفقة مدير الديوان برئاسة الجمهورية عبد العزيز خلاف ومستشار رئيس الجمهورية المكلف بالعلاقات الخارجية عبد الحفيظ علاهم، إلى جانب أعضاء الحكومة وأعضاء من السلك الدبلوماسي العربي والإسلامي المعتمد ببلادنا وجمع غفير من المصلين. وأثناء خطبتي العيد، أكد الإمام الخطيب للمسجد الكبير بالعاصمة على ضرورة استشعار القيم السامية والمثل العليا لهذه الشعيرة المباركة، خاصة وأن عيد الأضحى يتزامن وذكرى استرجاع السيادة الوطنية والذي بذل فيه الجزائريون الغالي والنفيس فداء للوطن والدين. وليد ساري. تهليلات وتكبيرات صدحت بها حناجر جموع المصلين بالجامع الكبير بالعاصمة، وفي أجواء إيمانية روحانية أدى الوزير الأول صلاة عيد الأضحى المبارك رفقة كبار المسؤولين في الدولة وأعضاء من الحكومة والسلك الدبلوماسي المعتمد بالجزائر وجموع من المواطنين. الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر. ومن على المنبر ذكر الإمام الخطيب المصلين ببطولات وتضحيات الآباء والأجداد من أجل نيل الاستقلال، داعيا الأمة لرص الصفوف وتحصين البلاد، خاصة ونحن في غمرة الاحتفاء بستينية الاستقلال في ظل الجزائر الجديدة. الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر. عمار بيت الله، وها هي الجزائر بعد طول معاناة وبعد جهاد ومجاهدة
ها هي الجزائر المباركة تحتفي بعيدين اثنين، عيد الأضحى المبارك والذكرى الستين لاسترجاع السيادة الوطنية التي عمت الفرحة بها كل القطر الجزائري. وشاركنا في هذه الفرحة المسلمون وأحرار العالم من مختلف البلدان، وكيف لا تكون عيداً نفرح به وهو يوم من أيام الله. وربنا يقول في القرآن الكريم: وذكرهم بأيام الله إن في ذلك لآيات لكل صبار شكور. وكيف لا نفرح به وربنا يقول: قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا. وأي فضل ورحمة أكبر من أن تتحرر هذه الأرض ونرى شعبها من شرق البلاد إلى غربها ومن شمالها إلى جنوبها واحداً موحداً ملتحماً مع جيشها، سليل جيش التحرير الوطني، حامي حمى هذه الديار وحارس حدودها ومبعث فخرها ومغيظ أعدائها. ما استطاع أن يفت في عضد وحدتهم وتلاحمهم مكر ماكر ولا كيد كائد، منطلقين مع بعض في بناء جزائر جديدة في عهد جديد بقيادة راشدة. ليتلقى الوزير الأول تهاني العيد من جموع المصلين. وعبر ربوع الوطن أحيا الشعب الجزائري شعيرة عيد الأضحى المبارك. فبعد أداء جموع المصلين صلاة العيد عكفوا على نحر الأضحيات تقربا للمولى عز وجل في جو من التآزر والتآخي التي تبرزها مظاهر الإحسان بين الأقارب والتكافل مع المعوزين، متمنيين أن يديم الله بركاته على أمتنا. ولا إله إلا الله، الله أكبر. عيدكم مبارك على الأمة الإسلامية كاملة ولدي. مبروك عيدكم وإن شاء الله يفوز عليكم بالصحة ولهنا. عيدكم مبارك، تقبل الله منا ومنكم وغفر الله لنا ولكم، وحياتنا وحياتكم، وتحية الجزائر. عيد مبارك للأمة الإسلامية قاطبة. اللهم إنا نسألك نصرا مؤزرا لجميع أمتنا إن شاء الله. عيد مبارك للأمة الإسلامية والجزائر خاصة. عيد أضحى مبارك إن شاء الله لجميع الأمة الإسلامية، إن شاء الله ينعد علينا بالصحة والهنا. عيدكم مبارك، كل عام وانتم بألف خير إن شاء الله، إن شاء الله ينعد علينا بالخير والأمن والاستقرار خاصة لبلدنا الحبيب الجزائر. الشعب الجزائري وهنيكم بهذا العيد المبارك عيد الأضحى، إن شاء الله رب العالمين يتقبل منا صيام عرفة، ونقول لكم وكل الشعب الجزائري صحة عيدكم تعيدوا وتزيدوا إن شاء الله، ويهنيكم كذلك بالعيد الاستقلال والشباب اللي مر قبل أيام، إن شاء الله رب العالمين نتمنى منه أنه يجعل الجزائر كاملة يد واحدة ويبعد علينا العديان يا رب العالمين. صحة عيدكم وتعيد وتزيد وتاني شيء. نعيدوا الصحة والهنا إن شاء الله يا رب العالمين. إن شاء الله ربي يحن القلوب، إن شاء الله الجزائر تبقى توجور واقفة إن شاء الله، إن شاء الله كل عام يلقانا بخير إن شاء الله يا رب. الشعب الجزائري والأمة العربية الإسلامية إن شاء الله تعيدوا بالصحة والهنا، وإن شاء الله تكون رحمة بعضنا بعض، ونحب المغفرة بين الجزائريين كاع، وإن شاء الله الشعب الجزائري يكون بخير والأمة العربية الإسلامية، وإن شاء الله الحجاج يجوا بخير وبلادنا إن شاء الله دائما في قلبنا. وبدورها الجالية الجزائرية بالخارج تحيي هي الأخرى شعيرة عيد الأضحى المبارك في أجواء إيمانية ميزتها صور للتلاحم والتآزر والتآخي. ولله الحمد، الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله، الله أكبر، الله أكبر، ولله الحمد، الله أكبر.
إلى البقاع المقدسة الآن، حيث بدأ جموع من ضيوف الرحمن منذ فجر اليوم رمي جمرة العقبة الكبرى في مشعر منن، بعد أن أقبلوا راجلين وركبانا مع إشراقة صباح هذا اليوم العاشر من ذي الحجة، مهللين مكبرين بعد أن باتوا ليلتهم في المشعر الحرام بمزدلفة، وأدوا الركن الأعظم من أركان الحج الوقوف بصعيد عرفة. ويعد رمي جمرة العقبة أولى الجمرات في أول أيام العيد ابتداء من وقت الضحى حتى غروب الشمس. وبعد أن يفرغ الحاج من رمي جمرة العقبة شرع له في هذا اليوم نحر هديه، ثم حلق رأسه، ثم الطواف بالبيت العتيق والسعي بين الصفا والمروة. ويواصل ضيوف الرحمن إكمال مناسكهم أيام التشريق الثلاثة بدءا من يوم غد، إلا لمن تعجل منهم فبإمكانهم الذهاب إلى الحرم المكي الشريف ليطوف طواف الوداع بعد أن يرمي الجمرات الثلاث الصغرى والوسطى، وتبقى جمرة العقبة الكبرى في اليوم الثاني عشر من ذي الحجة، لقوله تعالى: فمن تعجل في يومين فلا إثم عليه. ختام موعدنا الإخباري، نجدد لكم التهاني بمناسبة عيد الأضحى المبارك، كل عام وأنتم بخير، إلى اللقاء.